بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في بث مباشر آخر اللي غادي نخدموا فيه تمرين 43. كنا في البث اللي فات خدمنا 42 وقلت لكم حاولوا تخدموا 43، دونك نتمنى أنكم تكونوا خدمتوه. باش دابا باش نديروا التصحيح ما تلقاوش إشكال إن شاء الله. اللي كان عنده شي خطأ غيدير التصحيح، غيشوف التصحيح، واللي لقى شي صعوبة كذلك غادي نشرحوا ليه. اما اللي ما دار حتى شي مجهود راه ما غاديش يستافد بطبيعه الحال، كيف ما الناس اللي دايرين مجهود وحاولوا يخدموا من قبل. دونك اللي مازال ولا اللي ما شافش الفيديو السابق يوقف هاد لا فيديو، يحاول حتى يخدم هاد المعادلات هادو، ومن بعد عادي يكمل لا فيديو باش يشوف التصحيح ويستافد من هاد اللايف ان شاء الله. يلا نبداو المعادله الاولى. عندنا جوج اكس على x ناقص 2 تساوي ناقص 1. دونك شنو الطريقه اللي خدمنا بها التمرين 42؟ هي اللي غنخدموا بها. قلنا الا كانت عندنا a على b كتساوي c على d، فهذا كيعني ان a في d كتساوي b في c، هذه في هذه كتساوي هذه في هذه، b في c. واضح؟ دونك هذه هي الطريقه باش غادي نخدموا هاد التمرين. دونك هاد ناقص 1 غنعتبرها على 1، ناقص 1 على 1، اي عدد بوحدو راه المقام ديالو كيكون كيساوي 1. دونك شنو غندير؟ غندير جوج اكس في 1 تساوي، قلنا هذه في هذه تساوي هذه في هذه، تساوي اكس ناقص 2 في ناقص 1. هاكا هاي ولات عندي معادله بدون معادله بدون كسور، يعني الحل ديالها غيكون بسيط. دونك 2 اكس في 1 هي 2 اكس تساوي، هنا غندير النشر، ناقص 1 في اكس هي ناقص اكس، وناقص 1 في ناقص 2 ناقص في ناقص غتولي زائد 1 في 2 هي 2. دونك هنا غنخلي 2 اكس ناقص اكس غنحولها غتولي زائد اكس، وهنا بقات 2. دونك 2 اكس زائد اكس هي 3 اكس تساوي 2. واضح؟ دونك دابا فاش كنوصل لهاد المرحله، عفوا دونك فاش كنوصل لهاد المرحله كندير اكس تساوي هاد العدد مقسوم على هاد العدد، يعني 2 على 3. اذا يعني هنا يعني اذا وبالتالي المعادلة تقبل حلا وحيدا هو 2 على 3. المعادلة كتقبل حل واحد هو 2 على 3. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه 90%، ونشوفوا المعادلة الاخرى باش نكملوا بها هذيك 100%. يلا حاولوا تخدموا هذه المعادلة، غنعطيكم مهلة ديال دقيقة، حاولوا تخدموا فيها المعادلة الثالثة اللي هي هذه اللي ما بيناش. غنكتبها 1 على x اس 2 ناقص 2 x تساوي 1 على x اس 2 زائد 3 x زائد 1. يلا حاولوا تخدموا هذه المعادلة في أقرب وقت باش نديروا التصحيح ديالها. يلا يلا تشجعوا شويه، ما تبقاوش غير كتنقلوا التمارين وديهم، حاولوا تخدموا التمرين باش تستافدوا منه. حاول تخدم التمرين، زير راسك. يلا ندوزو نديرو التصحيح. يلا يعني دوك بنفس الطريقه، ما تخلعكمش هذه المعادله فيها اكس اس 2 وكذا، انت دير غير الخطه اللي قلنا. شنو هي الطريقه اللي غندير؟ هذه في هذه، يعني واحد في هاد العدد كامل x اس 2 زائد 3 x زائد 1 يساوي هاد العدد في هاد العدد، يعني x اس 2 ناقص 2 x غنضربها في 1. انا سرحت المعادله، حيدت المقامات. دابا شنو غندير؟ نشر، عندي غير 1 في عدد راه غيبقى نفس العدد، 1 في x اس 2 x اس 2، 3 x في 1 غتبقى 3 x، 1 في 1 غيبقى 1.
نعود تاني في واحد يعني غيبقى نفس العدد x اس 2 ناقص 2 x. دابا نجمعوا المجاهيل في الطرف الاول، عندي x اس 2 ها هي 3 x ها هي x اس 2 غنحولها غتولي ناقص x اس 2 ناقص 2 x غنحولها غتولي زائد 2 x تساوي عندي واحد لواحد هنا خصو يتحول غيولي ناقص واحد صافي. لاحظوا هنا عندي x اس 2 ناقص x اس 2 هذيك x اس 2 اللي كانت خالعانة ها هي مشات، اشنو بقات؟ بقات 3 x زائد 2 x هي 5 x تساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد. انا بغيت x، بغيت نتخلص من هاد 5، اشنو غندير؟ غنقسم على 5 ونقسم هنا على 5، ولا مباشرة ندير x تساوي ونشد هاد العدد ناقص واحد نقسمو على 5، هنا 5 مع 5 مشات وغتبقى لي كيف ما قلت ناقص واحد على 5، وبالتالي المعادلة تقبل حلا وحيدا هو ناقص واحد على 5. دونك هادو هما المعادلات اللي كيكونوا اللي كيكونوا صعاب تقريبا، هما هادو اللي كيكون فيهم كيكون فيهم الكسور. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوهم مزيان، فهمتوا هاد الطريقه ديال الا كانت عندي ا على بي كتساوي سي على دي ندير هاد ا دي كتساوي بي سي. دونك هذه هي الخطه اللي نبقاو نخدموا بها. دونك من خلال التمرين 42 و43 اللي خدمناهم اليوم راه ما غاديش يبقى عندكم نهائيا مشكل في هذا النوع من المعادلات، وهذا النوع من المعادلات راه كيتحطوا بزاف في الامتحان الجهوي وكذلك في الفروض. دونك نتمنى انكم تفهموهم مزيان باش تجيبوا نقاط مزيانه ان شاء الله في الجهوي وكذلك في الفروض، وتحمروا لينا وجهنا وتحمروا وجه العائله ديالكم اللي ضاربين تمارة على قبلكم. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا، تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله. حاولوا تخدموا التمرين الموالي التمرين 44، دابا ندير لكم حتى هو فيه بث مباشر ولا نحطو لكم بحال الفيديو. دونك حاولوا تخدموه باش تستافدوا منه اكثر، حتى التمرين زوين بزاف، حاولوا تخدموه، حنا غنديروا التصحيح ديالو في اقرب وقت. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.